سيدة الحضور، سيدات وسادة، معايدنا في الكلية وزمايلنا في مراكز بحثية مختلفة. النهاردة هنبتدي دورة عن أو ورك شوب مصغر عن الأمان الحي للكيانات المحورة الوراثية بتنظمه جامعة القاهرة ومع مكتب أو مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية. الغرض من هذه الدورة إن إحنا نعمل مجموعة من الندوات أو ورش معمل مصغرة علشان ننشر المعلومات عن التكنولوجيا الحيوية، عشان نعرف الناس ايه النفايق الفوائد ومخاطر من استخدام التكنولوجيا الحيوية. احنا عارفين ان الموضوع ده كان موضوع حيوي في الفترة الأخيرة، فاحنا ان الباحثين اشتركوا معانا في هذا الموضوع بحيث ان احنا نوصل للناس المعلومات الصحيحة عن التكنولوجيا الحيوية. فهنبتدي مجموعة من الندوات ورش العمل. أول حاجة هي الدورة هتقام في كل جامعة القاهرة في كلية الزراعة. نقترح إن إحنا نعمل مجموعة من الدورات في أماكن مختلفة بدل ما الناس تبقى كلها مركزة في مكان واحد. نفكر إن إحنا نعمل مثلا واحدة في مركز مؤسسة زراعية، في المركز القومي، في جامعة اسكندرية، بس إن إحنا نوصل معلومة للناس ما نستناش إن هما يدوروا على هذه المعلومة. الحقيقة معانا نخبة من الناس الممثلين في هذه الدورة. هنبتدي الورشة بالافتتاح وهنبدأ في الجلستين. الافتتاح هنبتدي معانا الدكتور أحمد نجيب عميد الكلية والأستاذ حسين منصور رئيس وحدة أمانة سلامة الأغذية لوزارة الصناعة والعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأصغر. فنرحب بسيادة العميد الدكتور أحمد نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. برحب بالاستاذ الدكتور حسين منصور رئيس وحده سلامه الغذائيه وزاره الصناعه وعميد زراعه عين شمس الاصبر، والاستاذ الدكتور علي زين العابدين استاذ الوراثه بجامعه عين شمس وعميد كليه التكنولوجيا الحيويه بجامعه مصر للتكنولوجيا الاصبر. وبرحب بالاستاذ الدكتور اسامه ممتاز مدير معهد الهندسه الوراثيه بمركز البحوث. برحب بحضراتكم في فعاليات نجمه الامان الحيوي للكائنات المحوره الوراثيه. زملائي الاعزاء الساده الحضور، نؤكد ان جميع المحاصيل المحوره الان وراثيا المنتجه عن طريق التكنولوجيا الحيويه واللي بتستخدم كغازات كمنتجات غذائيه فيها مشكله بتمر بمشاكل عديده، وبناء عليها تم اقامه هذه الندوه. وقبل ما يتم انتاج اي منتجات غذائيه كما هو معروف لابد ان يمر بمراحل، وقبل ما ينزل في شكل تجاري يتم في مراحل عديده. ايضا لازم يتم اثبات ان هذا المنتج المحور والرصاص انه غضاب على صحه الانسان او الحيوان لا يسبب له اي ضرر. وبناء عليه لازم يخش في مجموعه من التاجيلات، لازم يمشي في مجموعه من التاجيلات ومجموعه من المعلومات. لازم نعرف ايه خصائص النباتات المحوره، ايه هو التحليل الوراثي، أمان البروتين الجديد على صحة الإنسان، تأثير أيضا تأثير هذا المنتج هل بيكون غير متوقع ولا مضاعف. زي ما بقول لحضراتكم حدث دراسة مفيدة في هذا الموضوع وابتدت من عام 1995 لما نزل أول منتج أو أول قانون تم إصداره. من المنظمات لازم يمروا بعديد من المنظمات، وبالفعل كان هناك منتجات زي منتجات القمح المحاور الوراثية مشي وافقت عليه تسليم المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو اللي هي تابعة للأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الصحة العالمية، حتى يتم التاكد من سلامة اي منتج لازم يعدي على المنظمات الدوليه. عندنا هنا الوضع في مصر كما تعلموا حضراتكم ان وزاره الزراعه صدقت على
انشاء نظام الامان الحالي. خلال قرارين وزاريين كان في قرار رقم 85 لسنه 95، وهذا القرار يختص بتشكيل لجنه قوميه للامان الحالي. ده في عام 1995. القرار الثاني اللي اصدرته كان قرار رقم 136 برضه لسنه 95، ويختص بقواعد ارشادات الامان الحيوي والمنهج الارشادي لقوات مصر. مع كده ان اي منتج يتم انتاجه لابد ان يمر على قواعد رئيسيه، يعدي على منظمات، يعدي على علماء، ثم يعدي على انظمه عديده حتى يتم تسويقه تجاري. عندنا هنا في الكليه وفي مجلس الكليه في جلسه يونيو 2011 على تشكيل لجنه لمؤسسه الامان الحيوي بجمهوريه الزراعه، تتكون من هيئه التنظيمي برئاسه عميد الكليه والساده الخبراء المختصين ولهم علاقه بهذا الانتاج اللي يتم قبل معرفه هل يتم تسويقه ولا لا. فعندنا حتى هنا في الكليه هذه اللجنه تم تصديقها في يونيو 2011 بقرار مجلس الكليه. مش عايز اخش في التفاصيل لان انا معانا اساتذتنا والعلماء اللي هم قرار من وزير الزراعه تقريبا بتمويل الموضوع او بالبناء عن الزراعه. بحب اقول لحضراتكم هذه المعلومه. وعلى فكره هي مصر اول الدول العربيه اللي بتزرع المحاصيل المنتجه بالتكنولوجيا الحيويه، ودي اللي هي 700 هكتار من الكرة الصفراء مكونه حشرات، معرفش هل 700 صح ولا غلط. هو الدكتور حسين ان شاء الله هيجينا. انا مش عايز اطول على حضراتكم عشان ادي فرصه للاستاذ الدكتور حسين. في الختام بشكر الساده الحضور، بشكر كل من شاركنا في هذا الحدث وفي هذه الندوه، وان شاء الله نتمنى ان في نهايه الاجتماع نصل الى توصيات، وهذه التوصيات مش عايزين على اوراق. توصيه، والتوصيه هي طريقه الحل بتاعها، ما نجيش ندي توصيات لان معروف في جميع ورش العمل او المؤتمرات ندي توصيات ومفيش طريقه التوقيت بتاعتها. فاتمنى ان شاء الله ان نوصل الى توصيات بحيث هذه التوصيات نطبقها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده معظم شغلنا استخدام المنتجات عشان نقوم بالاغراض الاقتصاديه والبركات وخلافه.
استخدام الانتبيوتيك، معالجة الحيوان، كل ما يخص الحفاظ على الثروة الحيوية الحيوية طبعا. الحمد لله بقى ان الغذاء نفسه يبقى متوفر وسعره في متناول الناس، يعني توفر الغذاء فقط واسعاره عاليه ما فيش حد غذائي الا الناس تشتريه. لو اللحمه موجوده ب 2500 جنيه مش هتشتري لحمه الا ما تشحن، يبقى لازم هنا يكون في توافر الغذاء مع سعر. دي الالفاظ اللي هي بتتناول في داخل الموضوع، فالتغذيه طبعا كلنا عارفينها مش هتعرف. المايو تكنولوجي بقى ده يعتبر يعني الثمار اللي حصلت عليها الانسانيه في الكيس الاحتماليه في اخر 20 سنه، وتعتبر من اكثر الثروات او الثورات العلميه في العصر. الهندسه الوراثيه اليه من الاليات اللي بتستخدم في التكنولوجيا، والاجزيه او الحاجات المتطوره الوراثيه مقصود بيها ان احنا بنعمل نقل للماده الوراثيه من كائن الى كائن اخر. يعني انا راجل متخصص في تربيه الحيوان، الترديشنز بتاعتنا كانت في التربيه التهريب، ونفس الحكايه كانت موجوده في النبات، فبناخد وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا بنهاجم صنف لصنف من داخل النوع، مع استثناءات طبعا زي البغال والخلفه، انما البغال من داخل الصنف. الهندسه الوراثيه ساعدتنا ان احنا على طول نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه، ونجيب الماده الوراثيه اللي موجوده متميزه في كائن معين وننقلها في كائن ثاني، فاختصرت المسافه. ده كل اللي هي عملته. بقى قد ايه بنشتغل في الحكايه ديت؟ في قد ايه حاجات مهندسه وراثيه مطروحه في السوق؟ اولا لا توجد دوله في العالم كله ما فيهاش منتج غذائي محور فيتداول في السوق وموجود منشئ، سواء كان هذه البلاد في الاتحاد الاوروبي او في اليابان او في اي حته. هنتكلم بعد شويه المشكله اصلا فين. فسنه 11 السنه اللي فاتت يبقى بنحتفل في السنه 16 بتداول المحاصيل المنتجه الزراعيه. الارض الزراعيه على مستوى العالم بتزيد سنويا خلال الفتره ديت اللي هي 15 16 سنه دول، زرع اكثر من 370 مليون في الزراعه. عدد الاغذيه اللي تم زراعتها لحد النهارده تزيد عن 3 مليار شكل من الاغذيه المنتجه الوراثيه، اساسا الحبوب، اساسا الذره والفلوس. لم يثبت حتى الان المحاصيل المنتجه الوراثيه في الدول اللي نمت فيها سببت لها اي اضرار، وهذا تقرير من منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها عن موقف الزراعة. الدولة اللي بدأت هذه العملية هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي رائدة في الزراعات الحيوية وبتزرع 175 مليون فدان من الأغذية المتحدة. طب إيه الموقف بالنسبة للدول التانية؟ الهند، الصين، البرازيل، الأرجنتين، جنوب أفريقيا يمثلوا 40% من سكان العالم. دولة من البلاد النامية اللي هي بتزرع محاصيل مهندسة. الاتحاد الأوروبي، ست دول من الاتحاد الأوروبي بتزرع أيضا محاصيل مهندسة وراثية. يبقى احنا بنتكلم في شيء موجود ويتم استخدامه، وتوجد هيئات متخصصة لدراسات إذا كان هذا الشيء في أي مشكلة بتمثلها على صحة الإنسان أو لا. طب المشكلة ليه؟ لما هي الامور كده يعني المشكله بدات فين؟ المشكله بدات هنا اساسا من الاتحاد الاوروبي. بدات ايه من الاتحاد الاوروبي؟ لا يوجد، انا كنت في اللجنه دي متخصصه في حاجه اسمها الليبلينج يعني توسيم الاغذيه، كانت عليها شويه على مدى ست سنوات منتصفه. كل سنه يضيع من اجتماعات اللجنه ثلاث ساعات بنناقش هل ليه بيبقى الحرب ولا ما بيبقاش. عمر دول الاتحاد الاوروبي في داخل هذه الاجتماعات ما قالت ان المنتجات المحوره الوراثيه تمثل خطوره على الانسان. المشكله اللي هي مطروحه هنا ان احنا عايزين في حق المعرفه للمواطن، من حق المواطن انه يعرف الغذاء اللي بياكله اذا كان مهندس وراثي. يبقى المشكله هنا في توسيم الاغذيه وليس في خطوره الاغذيه. الاتحاد الاوروبي طبعا في دول الاتحاد الاوروبي ومعاوناتها
بتدور وراها دول من العالم الثالث، امريكا قوتها ايضا بتدور وراها دول من العالم الثالث. العالم انقسم الى نصين، نص مع الليبلينج ونص ضد الليبلينج، وهتشوفها برضه للبليستيس. هنا الكوت بيجي عن الدروس المفاوضيه الاوروبيه ان الابحاث التي اجريت على تفاصيل المحتوى الرئيسيا لم تصدر عليها اي مخاطر جديده على صحه الانسان او الانسان. هذا الاوروبي عنده هيئه لسلامه الغذاء اسمها الافسا الاوروبيه فود سيفتي ايجنسي، هي المنوط بها عمل البرامج وعمل الريسك اسسمنت وعمل تحليل المخاطر المرتبط بالموارد الغذائيه. اي ماده غذائيه بيتم قبولها مطلوبة على الاتحاد الاوروبي للمادة الجزئية دي قبلت. اي مادة ترفض تنحط في السايت المادة الجزئية دي تعمل عليها اسسمنت وترفض. كم مادة جزئية لحد النهاردة رفضت من الاتحاد الاوروبي؟ كم مادة رفضت واتحطت على السايت؟ ولا واحدة. يبقى اللي بيحصل ان المواد التي ترفض بتضاف. يعني العداد بيزيد في الاعداد المواد التي ترفض، ولا توجد مواد تم رفضها ونشرها في الماده دي رفض. طبعا السايت بتاعها هو السيرفر موجود كل الانفورميشن بابليك لاي استخدام. منظمه الصحه العالميه برضه صرحت بان المنتجات الغذائيه المعتبره والرئيسيه المستخدمه في الاسواق العالميه مرت بتقييم الخطر، ولا تحتمل انشاء الخطر على صحه الانسان في اي شكل عن وصيلاتها التقليديه. استخدام الكادات المعوره الرئيسيه بيرفع في الانتاجية وحسب القيمة الغذائية، وبالتالي لها مردود طيب على صحة الوالدين في الإنسان. من أهم مميزاتها من نقص استخدام المبيدات، ودي هيبقى لنا فيها رقم كبير جدا، زيادة وبالتالي بتزود دخل المزارع وتحقق استدامة للمحصول، زي ما سألت العميل إن المزارع المصري ما كانش أعرف إن هي بتخسره أو بتقلل المكسب بتاعه، تصدر الموضوع بل حسن وجهة نظر المزارع. طيب ايه المميزات لاستخدامنا للمنتجات المحروره؟ زي ما نشوف هل المميزات دي احنا محتاجينها في مصر ولا مش محتاجينها؟ اول حاجه خفض استخدام المنتجات. في الولايات المتحده انخفض استخدام المنتجات بواقع 62 مليون باوند سنه اربعه. 62 مليون باوند من المنتجات اللي ممكن تتحط في اي يعادل بخفض ثلث استخدام المنتجات عن السنه اللي اجمالي الكميات المنخفضه من استخدام المبيدات في فتره 96 الى 2004 172 الف طن متر، بواقع 14% من استخدام المبيدات، وبالتالي التاثير اللي ممكن يحصل هنا تاثير المبيدات العلميه تاثير خطر شويه. ليه؟ لان هو يعني تاثيره اللي احنا بنسمع عليه كتير وما عندناش قياسات في مصر قد ايه الكلاوي والكبد والمخ والصحه العامه بتاعتنا، كم في المية منها نتيجة مبيدات وكم منها نتيجة بلاستيك وكم منها نتيجة عوادم المصاف، ورغم ما عندناش احنا انواع دي الستاتستكس، انما بالتاكيد ان المبيدات دي بتتراكم في المية، بتتراكم في الارض، بتتراكم في النبات، بتتراكم في الحيوان، بتتراكم في داخل الجسم، وتاثيرها تراكمي بحيث ان انا ما بشعرش بيه كل يوم، انما بعد 10 15 سنة في جزء مني بيتم ان هو يبقى. وزارع الصين استفادوا من زراعة قطن المعدل الرسمي، احنا معانا خبير بتاع جزء قطن هيستفيد ان شاء الله النهارده ونسمعه. ودخل المزارعين زاد، عدد المزارعين زاد، بيكسبوا اكثر من زراعه القطن في المعدل الرسمي. طيب بالنسبه لاستخدامات الميه، استخدام المحاصيل المعدله الرسميه خفض جدا عمليه حفر الارض. عمليه حفر الارض دي طبعا ليها التعب بتاعها، وفر مليون طن في السنه، فرشت استخدام الزراعه، ايضا بتخلق انتاجيه اعلى من مساحه اقل. طبعا دي من الحاجات اللي تعتبر كريتيكال في مصر. احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا في الحفاظ على الارض الزراعيه المنتجه، وبالتالي وبعدين عمالين نبني حوالين النيل، وكل المنطقه اللي كانت حوالين الميه والترع والحمامات نردمها تطلع مباني، فاصبح ما بقاش في حاجه للترعه، فبنبعد عن مصادر المياه اللي ربنا بيبعتها لنا من جيراننا اللي هم 55 مليار متر مكعب ميه، ونطلع في حتت بعيده، فاصبحت الارض اندر ندره ما
موجودة في مصر في القرن الممكن تعترض. فهنا مرة تانية الحاجة إلى حصير مهندسة الوسائل عشان تقدر إن احنا تدي إنتاجية أعلى في مساحة أقل، أعتقد دي من الحاجات المهمة اللي بنتكلم فيها. فحجم الإنتاجية والمساحات أيضا لصالح البايو تكنولوجيا. متأكد إن هي بتحافظ على استدامة الأرض مرة تانية، أنت بتحافظ على أنواع التلوث، بتحافظ بتخلق بتزود الفيزابيلتي، وانت بتخلق انواع جديده وبتضيف عوامل وراثيه جديده للحياه. فمن هنا بتحافظ على التنوع اللي موجود فيها. بتيجي بقى المشكله لحد كده، ده كل الكلام كويس يعني عشان نلخصه في كلمه واحده، لو هو ما بيزيدش كل سنه يبقى الموضوع ما فيش يعني القياس الحقيقي لمدى تاثيره ان هو يزيد او لا يزيد. طب تعالوا نرجع بقى للخلاف مره ثانيه اللي هو بين الامريكا في سنه 2000، اخر اجتماع حضرته كان سنه 2008 في الاجتماع بتاع لجنه الليبلينج، فانا قلت لهم في الاجتماع ان احنا نحتفل بالسنه 17 في الخلاف الامريكي الاوروبي الذي لم ينتهي. فانا بقترح ان احنا نأجل هذا الموضوع لمده 5 سنوات، يا اما ان يكون في ادله تقدر تاني الاجتماع ده بيحتوي 176 دوله، يا اما تكون في ادله حقيقيه بحيث ان يبقى في اتجاه بكونسنسس اتجاه واحده منهم، او ان احنا نضيع وقتنا في امور تانيه اهم في ان احنا نتناقش فيها من فقه الوضع الاولويه. في دول متشدده جدا بالنسبه للرقابه على الغذاء في العالم، ووضع الليبلنج، والليبلنج يعتبر اجباري، تقودها اليابان والاتحاد الاوروبي والصومال. في دول التوسيم فيها بالنسبه للاغذيه المهندسه الوراثيه اختياري، وهي كندا وامريكا والارجنتين وهونج كونج والفلبين وكل معظم دول العالم ما عندهاش اساسا نظام رقابي زي مصر. طبعا انا بقالي 4 سنين متخصص 100%، ما بعملش اي حاجه في مهاري غير تقييم الوضع الرقابي والتشريعي للاغذيه في مصر. احنا ما عندناش اجهزه رقابيه حقيقيه تستطيع ان هي تقوم بوضع شكل ايه. وهنلاقي برضه الحته دي مهمه جدا اللي هو تكلفه الليبلنج، يعني الكلمه دي هتكلفنا قد ايه. ديت جدول صغير جدا بيوريكم الدول اللي موجوده في العالم موجوده فيها الاجهزه الرقابيه بتاعتها شكلها ايه، دوامه التوسيم هل هو انقسم العالم زي ما قلت لحضراتكم الى توسيم الزامي، توسيم اختياري لسه ما قرروش ومش عارفين يعملوا ايه، هو كده ولا هو كده، لان في تبعيات لعمليه التوسيم. هديكم مثال بسيط جدا. لو احنا اشتراطنا التوسيم على الاغذيه المعدله والوسيله، ماذا يعني هذا؟ يعني ايه؟ هيعني ان الغذاء اللي مش متوسم اللي مش مكتوب عليه ان هو مستخدم فيه محور وراثي لابد نختبره اذا كان هو محور وراثي ولا لا، عشان نعرف ان هو فعلا مش محور وراثي. يبقى معنى كده ان جميع الغذاء المستورد اللي يمثل اكثر من 60% من الغذاء الاساسي للمصريين لابد ان احنا نختبره بايه؟ ان هو جي ام. واحنا هنفحص جميع الاغذيه اللي هتخش مصر عشان نشوفها محوره وراثيه ولا لا. انا ما عنديش نعمل كده. تكلفه دي كام؟ اكس. طب الاكس ده نصرفه على تطوير المعادن علشان خاطر ان هي تعمل تحوير عشان تعمل اختبار للحاجات المهندسه وراثيا، ولا حاجات اخرى نتكلم عليها بعد شويه من مخاطر حقيقيه هنشوفها. ومصادر التلوث بتاعتها مش شغل احنا فيه. انا بدي اروح اشوف ازاي اعمل عمليات مبرره لنقل اللحوم، ولا ادور ازاي ان انا افصل الحاجات المتحوره عن الحاجات المتحوره. يا سلام حق المعرفه انا معاه جدا، مش اي مشكله. بالنسبه بقى هنا برضو عشان نقوم زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجه ان احنا هنختبر جميع الغذاء اللي هو في المحور الراسي، هنطور المعامل عشان تقدر ان هي تختبر الغذاء المحور الراسي والكلام. في حاجات بقى طبعا تبعيات كتيرة جدا، يعني مثلا لو ناخد الدورة على سبيل المثال، عدد المنتجات التي يدخل الدورة في صناعتها 1600. يبقى الدورة المحور الوراثي لازم بقى تراجع تاني كمان النسب بتاعة
الصناعات اللي هي ناتجه عن الاستخدامات الضاره المحوره تصبح جميله. يبقى عايزين نعرف قيمه المحتويات الاساسيه والحاجات اللي موجوده فيها كلها، وهي جايه بقى من حاله المنتصف الوصيه ولا لا. الاساسيه المحتوى على الحاجات المأكوله، المنتجات اللي هي تم تجهيزها، الاعلاف طبعا نفس الشيء. احنا هنا الاتحاد الاوروبي حاط مواصفات الاعلاف هي مواصفات الانزال. الفول تنفيذ نفس الاسبان. كمان احنا حاسبين احنا بنعتبر الحيوانات عباره عن طب النسبه كام؟ يعني في حاجه عندنا اسمها الماكسيموم ليفل. لما بتيجي انت حتى في الحاجات اللي هي بتتم فيها ملابسات بتحط لها معدلات تص اعلى، ما يصحش ان احنا نزيد عنها. طب الحاجات المهندسه الروسيه بقى نحط لها معدلات اعلى ولا نحط لها ايه بقى؟ ولا زيرو وان ريت مهندسه ولا مش مهندسه؟ طب لو فيها جزء مهندس بنسبه 10% مسموح بيه ولا مش مسموح بيه؟ يبقى المعدلات دي لازم ايضا كمان ندرسها ونقولها، ولازم تكون مرتبطه بريسك اسيسمنت عشان تقول بقى انا حاسبه ب 10% ولا ب 2 ولا 35. لازم تقول لي الدراسات اللي انت عملتها فين؟ ولا احنا بنتكلم وخلاص؟ الصين مثلا في حد علمي هي الدوله الوحيده اللي هي بتطبق سياسه التصنيع الانساني، انما معظم الدول الناميه ما عندهاش لسه سيستم الرقابي اصلا عشان تعمل كده. طيب تكلفه التوزيع الانساني هتتكلم في 12% من تكلفه الانتاج، معناها زيادة سعر المنتج 12%. طب ندفع مفيش مشكلة، احنا ناس أغنياء ندفع 10%. ايه يعني 10%؟ مش مشكلة. في بلد في دراسة عملنا يعني دراسة مجلس الوزراء قالت إن الناس بيصرفوا 50% من دخلهم على الغذاء. الدراسة اللي أنا عملتها في 10 محافظات طلع إن 75% من المصريين 75% بيصرفوا 70% من دخلهم على الغذاء. احنا 90 مليون عندنا مجتمع 4 5 6 مليون كتير دول فئه، وعندنا 40 مليون فئه ثانيه خالص احنا وفي السياسات بتاعتنا ما بنفكرش فيهم نهائي. هو 40 مليون من 40 مليون دول ال 10% دول هنعمل فيهم ايه؟ كقسم. لكن الى الان زي ما قلت لكم موقف دولي لو احنا خدنا مثلا هيئات دوليه متخصصه زي كودكس ما عندهاش موقف دولي تجاه توسيم الاغذيه. وهناك موقف دولي من هذه الهيئات كما استعرضتها ان هذه الاغذيه غير مضره صحيا وما لهاش اي اثار. طبعا مش عايز احكي لكم مثلا يعني هنا برضه من الناس اللي احنا بنناقش موضوعات كبيره جدا، وانا يعني بحافظ على لما نيجي نتكلم عن الزراعه العضويه، فالزراعه العضويه دي اشتغلت هنا ازاي وصلتنا لفين كمتطلبات، هذه متطلبات حقيقيه ولا كان لنا عائلات طلع ما فيش فرق بينها وبين الثانيه اللي هي مش عضويه طلع متخصص في شكلها ايه؟ الزراعه اللي هي فيها بايو تكنولوجي ممنوع استخدامها في الزراعات العضويه مره ثانيه، مش لانها ضاره، لان الزراعه العضويه مبنيه على العوده للطبيعه، فالعوده للطبيعه بتستخدم كل الحاجات الطبيعيه. يعني مثلا ممنوع استخدام الاقصار في ان هم يستخدموا في الزراعه، دي مالهاش علاقه انك انت لو استخدمت الاطفال هتبقى الاكل فيه ضرر ولا مفيش ضرر، دي علاقه بفاليو اجتماعيه. فالزراعه العضويه بتساهم في الفاليو الاجتماعيه وتساهم في امور اخرى ايضا هي ضد البايو تكنولوجي. ناس كثيره جدا من اللي بيشتغلوا في الزراعه العضويه بيهاجموا البايو تكنولوجي فقط من منطلق الاقتصادي ان هم يزيدوا موت الزراعه العضويه حق في الغذاء امن 100%، ما اختلفش عليه. حق المعرفه ما بنتناقش. دلوقتي احنا عندنا بعثات بنبعتها في التكنولوجي، هفتكر لكم بس 12 واحد بعتتهم وزاره الزراعه من سنه 2002 لحد سنه 2012. لو رجعت حضرتك لاكاديميه البحث العلمي تجد ان الخطه القوميه البايو تكنولوجي. عندنا طبعا مركز هندسه وراثيه ودكتور احمد ممتاز رئيس المركز موجود معانا.
جامعة القاهرة هنا عندها مركز الهندسة الوطنية، عندنا مركز الإدارة الوطنية في عين شمس، في على الأقل 40 مركز هندسة وطنية في كليات العلوم والزراعة وكله في مصر. وإيه الإعلان فيهم إيه؟ طيب عندنا مشكلة حقيقية للمبيدات. عندنا مشكلة حقيقية في نبرة المياه. عندنا مشكلة حقيقية في نقص الغذاء. عندنا مشاكل في المعامل. مشاكل، المعامل بتشتغل من دماغها. بصفة عامة، بصفة عامة، لما يطلع 15 معمل من 100 واخد اعتماد لحاجة ما، واحنا عندنا أكثر من 500 تست بنعمله في الغذاء، وهم واخدين بعض الحاجات، يعني أحسن معمل واخد مثلا 20 تست من 500، يبقى احنا عندنا مشكلة. الحاجات الرياضية، الإمكانيات بتاعتنا بقى للمادة، تحليل المخاطر. أنا كنت مقرر لجنة القطاع الزراعي، تحليل كلية صارت. احنا ما عندناش للأسف دراسات تحليل المخاطر بجد. ما عندناش. ده الموقف اللي احنا فيه. الإنتاجية بتاعتنا ضعيفة. بتاعت المحاصيل. عندنا مشكلة في نفكر مثلا نزرع القمح في الصحراء، ونزرع القمح في الصحراء ازاي؟ بنقطة المية والصحراء، يبقى محتاجين فريق جديد يتحمل الحرارة ويتحمل جودة المياه. ما جبناش غير فريق نوتش. دكتور مستجيب رحمه الله، هو كان عميد تهديد الدنيا. الراجل كان عمال يفكر ازاي يقدر يحل مشكلة الروس مثلا، ان هو يجيب له مواصفات اخرى. لو احنا قلنا ان احنا نجيب الصفات اللي موجوده في النباتات اللي بتنمو في البحر ونحطها ونزرع على ميه مالحه في حاجه وشه راحه يعني. هل انا لو واحد عالم مصري نجح في هذا يديله جزمه ولا يضربه بجزمه؟ دي اسئله لازم ان احنا نسال نفسنا فيها ونواجهها. في حاجه اسمها بريكوشنري ابروتش اللي هو الاجراء الاحتراسي. وفي يقين سبتمبر. انا عندي يقين ان انا عندنا ملوثات مبيدات وميكروبات وكيماويات بتؤثر على صحه الانسان، ودراستنا بتؤكد في خلال الصيف بتاع 2009 جمعت اكثر من 500 رساله منشوره من كليه طب البيطري والزراعه والاقتصاد المنزلي في الملوثات الموجوده في مصر. وده كان في خلال شهر و10 ايام. ولو وسعنا البحث شويه هنلاقي عندنا ده يقين. وفي احتمال ان الحاجات المحوره الوراثيه في المستقبل تعمل مشكله. بس دي طريقه فيه. انا دلوقتي استنى الاحتمال ولا اتعامل مع الملوثات اللي موجوده حاليا وبعدين نتحرك من هناك. يعني العقل يقول ايه؟ في يقين ان احنا بنستخدم ميه صرف صحي وصناعي في الزراعات. في تقديرات مختلفة من أول نص مليون فدان لحد زي ما أنت عايز. ده يقين. في عندنا يقين إن إحنا ما عندناش أي رقاب على استخدام المبيدات في الإنتاج الأولي في الزراعة. يستخدموها من غير اي استخدام طرق امان لا ليهم ولا للحاله البريه ولا لاي حاجه. في يقين ان احنا ما بنعرفش نتخلص من المبيدات اللي هي انتهت المده بتاعتها او تمت او اترفضت او حاجه او اتخلص من العبوات. كل ده يقين، دي كلها يقين. كل ده ما بنتكلمش فيه. لكن بتطير الدنيا ومقعدها عشان في احتمال ان ممكن ان واحد يجيله حساسيه في المستقبل، يعني هو فين دلوقتي دوت؟ واصعب ان مفيش منتج محور وراثي بيطلع للسوق الا ما يكون مر بمراحل كثيره جدا من الاختبارات. كل ده مر عليها مفيش مشكله. ممكن بقى تعنيسه تحصل. طب انا اعمل ايه في المصيبه اللي قدامي دلوقتي قدام عيني؟ طب انا لو معايا جنيه اصرفه على المصايب اللي قدام عيني ولا اصرفه على الايه؟ الاحتمالات. دي المشكله. الملوثات البيولوجيه اللي موجوده. احنا ما عندناش في التشريعات المصريه، وانا جمعت
2030 تشريع ما بين قانون أو قرار وزاري في قمة درجة الحرارة للتعامل مع المتغيرات المناخية. ما عندناش في هذه التشريعات المصرية الفرق ما بين النظافة والتطهير. المجتمع متدني تجاه سلامة الغذاء فكريا ثقافته متدنية للمراقب والمتداول والمساعد. وانا طبعا المساعد. وزارة الكيماوية اللي عندنا لولايات العالم الثقيل كل دي الملح. الملح من اكبر المصايب الموجوده وتلوثاتها وتعامل ملح السائحات كلها هل بنتعايش معاها مفيش اي مشكله. لو حتى التبلد حالة الناس انا وانا طفل صغير ما كانش عندي في العيله من المعاملين اللي في العيله وقت حمل صغير. حاليا دلوقتي مش عايز اقول لكم الصغير بقى من 40 سنه تلف الخلايا اللي في المخ حمل التلوث اللي موجود وفوق عليه قلت لي نتعالج الامور ديت ونحط مواردنا فيها وعلمنا والى اخره. التلوث البكتيري اللحوم الاسماك الالبان ده انت عايز 80% من الالبان بيتم تداولها بدون اي رقابه من اي نوع. انما بيخرج من الحيوان درجه حرارته 36 احسن درجه للنور الميكروباص. عشان اللبن ده بيصنع في البيت مش مورد على درجه حراره اقل من 8 او 8 المحتوى الميكروبي بتاعه عالي. هنعمل ايه اللبن؟ مش عايز اقول لكم ان بعض الناس ما تعرفش تقول اللبن اساسا. وغني اللبن مش هيموت السموم اللي طالعه من البكتيريا. في سموم بتموت انت قبل البكتيريا نفسها بتموت سموم بعضها مش هيموت. بيتكلم ان هو على السموم لا يموت ولا يموت. التلوث الكيماوي ده ملوش علاج. هو التلوث الكيماوي اللي يتم انفراده سواء للمزارع النباتيه او الحيوانيه ما عندناش. ما عندناش بطايق للحيوانات. التطعيم والفاكسينيشن بتاع الحيوانات عشوائي. مفيش سيستم. محتاجين سيستم ان الحيوانات بتاعتنا يبقى لها بطاقات وتاخد التطعيمات عشان تكسر الكوارث اللي بيحطوا عليها حمى قلعيه لان ما عندناش نظام حقيقي لوقاية الهيبتوكوندريوس. 95% من الحيوانات اللي موجودة في مصر موجودة مع الفلاحين الصغيرين في فهم ملكية فردية. السيستم اللي ممكن ينقذ العملية دي إنشاء الجمعيات التعاونية، إحنا بنحاول الجمعيات التعاونية. دي حقائق. دي فاكت بقرة تجيب 600 كيلو لبن، اللي 800 كيلو لبن، وده الكتاب بنسميها كلب اللبن، مش بقرة اللبن. بقى اللبن بتجيب 10,000 كيلو لبن. زاد شويه من الانتاج البقري بقى 1200 نتيجه التهديد. لكن ما عندناش برامج حقيقيه فعلا ان هي تزود التعامل. تلوث بالفطريات. في حاجات احنا ما بنسهاش بس زي الاستيريا والتلوثات الفطريه والتوكسنز والحاجات دي كلها. تأثيراتها على الكبد وتأثيرها على القلب كتير. الفا توكسين تأثيراته متباينة جدا. الموبيلات في الدول المتقدمة الأجزاء المحتوية على مركبات الموبيلات 1.5%. طيب الحق الاتحاد الأوروبي اللي عنده المتبقيات الموبيلات عنده 1.5% إنه يعمل توزيع لأجهزة محورة وصية. عنده يعني بادئ من سيستم رقابي قوي جدا وغطى حاجات كتيره جدا. اما احنا فين بقى؟ احنا لسه بنتخانق عشان خاطر ان احنا نخلي سلامه الغذاء تبقى مع الصحه ولا مع الصناعه ولا مع مين؟ قلنا خليها مع رئيس الوزراء. قال له ايه برضه؟ عشان نفضل احنا في الهقص ودور الغيبوبه اللي احنا عايشين فيها اللي احنا ما نستطيع فيها. الاجزاء الخاليه من متغطيات الموبيلات 80% تمثل 3% في الدول الناميه. 3% من اللي انت بتاكله ممكن يكون نظيف. 3% ممكن يكون نظيف. الاغذيه اللي فيها موبيلات ما تتعالجش بعد كده باي معاملات ماليه في البيت. ما تقدرش تقدر تغسلها وتنظفها مش هتطلع اللي دخل في داخل تاثير الموبيلات. تاثيرها بتوقيع الموبيلات على الجهاز العصبي والفشل الكلوي والكبد وخفض المناعه وبالتالي ممكن تحصل
الحيوانات نحن تعليم عليها في الحياة البرية تأثيرها على الكائنات البحرية والأسماك حجم التلوث للسمك احنا بنأكل السمك ايه؟ في مزارع علاقة زرع فراخ دوائر المطاعم أي زبالة موجودة نحن بنأكل السمك في الآخر فين التشريعات اللي بتضمن دي؟ كان عندنا تشريع من وزارة الري بمنع تربية السمك في المايه النظيفة انت لازم تربيه بميه صافي اساسا بداية يعني تشريع قانون بقى سبع سنين بنحارب عشان نوقف القانون ده حاجة بسوء دخلنا ميه في ترعة السلام مخلوطة بميه صرف دون معالجة ميه جت من بحر البحر بدون اي معالجة يتم خلطها بميه جديدة عشان تخش الاحساس عدد المحطات اللي ممكن تعالج الميه للدرجه الثالثه عشان تستخدم فيما يسمى بالامر السريع للاجريكلتشر زيرو لا توجد محطه في مصر المحطات اللي موجوده ما بين اللا معالجه نهائيا الى معالجه من الدرجه الاولى بنسبه 80% الى معالجه من الدرجه الثانيه معالجه من الدرجه الثانيه بتستخدم مزرعه الغابات حد عاقل في مصر يقول لي احنا بنزرع غابات ليه؟ ده اذا زرعنا غابات حد عاقل يقول لي ان انا اقدر كفلاح افصل المايه اللي جايه لي اقول دي للغابات ودي للجرجير. ايه الغرض؟ ايه الغرض لمصر؟ ايه الغرض لعقولنا؟ ايه الغرض لاولوياتنا في التفكير والمشاكل الموجوده عندها احنا بنحاول نحلها ولا ايه الاصل؟ طبعا المعادله الثقيله هنا برضه دورها زي ما انت عايز استخدام الميه الصرف الصناعي في احد الادوات بتاعت الصرف الصناعي المحطه ما بتروحش بيصير علوم عليها المحطه ما بتروحش بيجيلها في اليوم 800,000 متر مكعب ميه من جنوب غرب القاهره منطقه سلطه الطوبه 800 اسمعوا بقى 800,000 بتعالج 300,000 و500 بتيجي بيطلع زي ما هو كل خيرات ال 300 اللي تعالجها معالجه من الدرجه الاولى. معالجه من الدرجه الاولى، يعني ايه معالجه من الدرجه الاولى؟ حد هنا بيبيع؟ ما عندناش حد هنا يعمل جهاز بيع؟ معالجه من الدرجه الاولى معناها فصل الاجسام الصلبه. انما نفس الكواليتي بتاعت الميه هي هي الخيط كله زي ما هو، مش حد بيلبسه. كل دي بتروح على المستقطعات المائيه. وبعدين نتكلم ونقول ان في احتمال ان الحاجات المهندسه الوراثيه دي تسبب لنا مشكله. ايه اللي بيحصل؟ طب مين يعملوها من الدرجه الثانيه عشان نقدر نستخدمها في زراعه الغابات؟ واحنا بنستورد 65% من الاكل، بنستورد 90% من الفول، بنستورد 95% من العدس، بنستورد 70% من القمح، بنستورد 50% من الذره. وبعدين بنزرع غابات. طبعا الناس بتوع بلاش يعني نظام الغابات مش عارف ايه وغير المميزات بتاعتها اللي فاضل زي ايه؟ حد سؤال عنها بقى. ايه الحاجات اللي موجوده من الملابسات اللي موجوده في الالوان مستخدمه مش مستخدمه بتثير من الاصوات تغيير العادات السلوكيه كل ده عندنا فيها كثيره تنتهي الى المايه والتربه زي ما قلت لكم بتقعد هنا ما تطلعش منها خالص. يبقى جايه كده جايه كده. انتوا عارفين مثلا لما احنا نبتدي المباني العشوائيه اللي تطلع في القرى تطلع على المباني مربعها طوب اقمر شوارع ضيقه. سؤال بسيط جدا الناس دي بتصرف الصرف الصحي فين؟ طبعا احنا كنا بنتنضج زمان ونقعد نقول ايه الفلاحه تقعد تزرع تستحمى في حمل العيال وتغسل في الترعه ودي نشاط اجتماعي ودي راديو الاخبار ودي الوتر بتاعتهم وبتاع. على الواقع اول ما بطلوا يغسلوا في الترع يغسلوا فين؟ لما يبنوا بيت بطوب احمر وعملوه بالخضار يستحموا جوه هيغسلوا جوه يبقى الميه اللي بيطلعوها زياده الميه هتروح فين؟ مفيش هناك عندهم محطات مجاوره يبقى عملوا ترانشات. الحوالي الضيقه ونقل الترانشات بياخدوها يرموها في المسطحات المائيه
وده معروف ومصور مفيش اي اسرار فيها. لا تعب يقفل لحد الميه الجوفيه ويصبح حاجه فعلا. هذا ليس باعلان. الكبده تعوم على محيط من المجال. يوم ده طبعا انا بص الاقي بكره القريه في المنصوره كلها عندهم تلوث ميكروبي مش عارف ايه سبب ايه ده لما شفت طريق لان المصدر الميه اللي بيشربوه هو نفس المصدر هم هنا بيعملوا المخرجات بتاعتهم وهنا اللي بيشربوا. السنه اللي فاتت انا جاي من الساحل الشمالي واقف اجيب تين. مناقشه مع الراجل بتاع التين قلت له انتوا زرع التين فين؟ قال لي زرعوا هنا جوه شويه. قلت له انت ساكن فين؟ قال لي ساكن في المزرعه. قلت له طيب انت بتودي الصرف بتاعك فين؟ قال لي عندنا غياره. قلت له طب دي لما بتقلي الحاجه اللي فيها بترميها فين؟ قال لي خلاص الكلام ده زمان دلوقتي احنا بنجيب الايسون ونقفل لحد الميه الجوفيه. قلت له طب الميه الجوفيه دي ما بتتوسعش؟ قال لي كتيره. قال لي الكلام في الكلام ده في حد في حد من المسؤولين بيفكر في التشريعات ازاي تتنفذ؟ حد بيتكلم في التصفيف؟ طب نعرف الناس على مدى كبر في الكاميرا وفي طريق الفيوم الراجل بيزرع الراجل بيستعمل هو والحمار مع بعض اثنين مع بعض يعني وجنبوها واحد تاني بيقضي حاجته في كبر واحد وفي جنبه كلنا شفنا مفيش حد يعرف يرفع لي مش شافش كل ده ما بنتكلمش فيه ولا يقلقنا خالص. نعم كل ده الوسائل دي في وفقا للتقرير بتاع وزاره البيئه 330 مصنع بتكون مصاب في نفاياتها في نهر النيل ووضع 4.5 مليون متر مكعب سنوي في المخالفات الصحيه. طبعا لما بنيجي نعمل التحليه للمياه اللي احنا بنشربها بقى احنا بنشربها على طول. هل بنعالج المخالفات الكيماويه ولا بنعالج الكلور الملوثات الميكروبيه؟ طب بعد ما نعالجها بالكلور طبعا نحط معدلات كلور كويسه الحمد لله عشان نقدر نقضي على الكلور. الكلور نفسه مشكله بالنسبه لنا. المشكله الثانيه بقى بتاعت بقى القاهره ومثلا الحته زي مصر الجديده بقى لها مثلا 70 سنه الشبكه اللي تحت اصلا انهارت. شبكه الميه اللي تحت وتحتيها شبكه المجاري. الاثنين مفقودين. الميه بتجري في الممرات بدون مواسير. كلموا بعض. عدد القرى اللي تصرف صرف مباشره هي مشاكل حقيقيه موجوده في المجتمع محتاج ان احنا نناقشها كعلميين، محتاجين ان احنا يكون عندنا اولويات، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على كل الرزق. الرزق اساسا ده طريق تفكير. انا جيت مره كنت عامل ورك شوب في مصر هنا على الهاب الحيوي. مش الهدف ان كان ان احنا عايزين الهاب الحيوي، الهاب الحيوي معناها ان اللي يحصل intentional contamination لسلسله الغذاء. نتيجه حرب، نتيجه غيبه، نتيجه اي حاجه زي كده. دي مش وجهه. لان احنا عندنا الكونتمنيشن ما انتنشنال. احنا كلنا بنشارك فيه وتلاقي من عدد غسيل ايدينا احنا بنغسل ايدينا بعد ما ناكل مش قبل ما ناكل. واحنا بنحافظ على كل ما اكثر من نحافظ على صحتنا. فالتنشنال كونتمنيشن مش وارد. انما ليه انا عملت المقارنه؟ عملته لسبب واحد. ان اوري للفكر المصري اسلوب تفكير ازاي ان احنا نحلل السلسله ونعرف البوتل نيك بتاعت السلسله وعند كل نقطه من السلسله ممكن يحصل تلوث قد ايه وممكن ما يحصلش تلوث قد ايه. احنا في داخل كليه الزراعه كويس معانا حساب العميد احنا محتاجين ان احنا ندرس في داخل كل الكورسات بتاعتنا مش ان احنا نطلع اقصى انتاج. ان احنا نطلع الانتاج الامن مع الانتاج العادي. لازم نعمل اوبتمايزيشن ما بين الكميه والنوعيه. لما بنتكلم عن النوعيه لازم نتكلم عن النوعيه في نوعيه في كتير من الكواليتي. في كواليتي متخصصه بالكواليتي الاقتصاديه للمنتج وفي كواليتي متخصصه بالسلامه. لازم نتكلم في كواليتي السلامه.
وانا بدرس كورس التراضي لازم اتكلم في سبب الجزاء، وانا بدرس تنزيه الحيوان لازم اتكلم في سبب الجزاء. كل الكورسات اللي احنا بندرسها لازم تنتهي بجزء يخص بسلامه الجزاء. لازم الجيل يطلع بيتعلم وزعه في المستقبل اللي انتوا بتخرجوه من كليات الزراعه بيفهموا سلامه الجزاء. في حته برضه بحب ان انا اوضح ليها. هم بيستخدموا ايه؟ بتسمع عن جماعه اللي هم بتوع كسب الخبر. يقول لك الترميتو جين يطلعوا لك مش عارف عامل ازاي وصلت شويه. وان الفلاح مش هيزرع النبات مش هيقدر ياخد منه البذور يخليها للسنه الجايه مش عارف ايه. في مشكله كده. يقول لكم بتاكلوا الفراخ الدوري. مظبوط؟ فراخ مين اللي احنا بناخدها؟ كل الفراخ كل الفراخ اللي احنا بناخدها دلوقتي 99% من الفراخ اللي احنا بناخدها. لانها دي الفراخ. لو انت خدت الفرخه دي وربطها خدت منها البيض مش هتطلع زيها. لازم كل مره تجيب الكتكوت. وفي سيستم معروف لازم انك احنا هنا في مصر بنستورد من اول كتاكيت البرود. كتاكيت البرود بتدي كتاكيت الامهات، كتاكيت الامهات بتدي البريره اللي هي اللي بتاكلها. لازم تمشي بالسيستم ده. يعني انت عايز الناس تعمل عين وتطلع لك منتج انت تكسب منه وما تكسبنيش. طب انت بتكسب ولا بكسب؟ انت لو انت اشتريت البذور انتاجك هيزيد قد كذا، المنتج بتاعك هيقل قد كذا، دخلك هيزيد قد كذا، اديني شويه زياده في الدم البذور، ايه المشكله اللي فيها يعني؟ مش عارف ايه بقى الترمونيتر الجين اللي عامل كده ومش عارف ايه الهدف؟ الذره القديم، في حد ياخد ذره قديم ويزرعها؟ طب ليه بقى ما بنزرعش؟ ما دي ملكيه فكريه. لازم نعدل، لازم نعدل ونبصله. لازم نبص دي اللي تعمل انت الحاجه لها جزء في كم عمل. انت تكسب ولا اكسب الحياه كده، الدنيا الدنيا مش كده. انت عايز انك انت تزيد انتاجك وتحصل على المميزات ولا لا؟ طب انا اعمل علم ليه؟ احنا لا بنعمل علم اصلا ولا عايزين نستخدمه. وبعدين عايزين نبقى ايه؟ عال على العالم. يورك شوب التحرر في واشنطن عن التغيير في الشرق الاوسط. فجم اخواننا المصريين اللي كانوا حضروا وجم من الحزب الوطني وبيتكلموا يقولوا ايه؟ ان التغيير ما ينفعش، ما ينفعش يجي من بره ولازم يكون التغيير داخلي واحنا لينا صفات خاصه ومش عارف ايه. هو قاعد بالتاني ده حلو تمام؟ فبيطلع يعني كان بيتكلم انجليزي عادي جدا. فده طلع يقول ايه؟ يقول ها؟ انتوا عمالين تتكلموا في ان التغيير لازم يجي من جوه مش يجي من بره مش عارف ايه. خلال ال 50 سنه اللي فاتت مفيش اي فكره جت من العالم بتاعكم غير فكرة الملكية الجمهورية. وحكيها بالعربي. وده الانفنشن الوحيد اللي انتوا عملتوه في المنطقة دي. لما نيجي نسأل نفسنا نقرا مثلا كده في البحوث واحنا مجتمع علمي. أي جورنالز فيهم كام بيبر جاية من عندنا؟ إيه العلم اللي احنا بنعمله؟ وبعدين بنناقش قضايا علمية بدون أي علم. واللي بيتكلم فيها مش فاهم هو بيتكلم فيها. عايز يفخرك؟ الكلام ده كله. في دور للهيئات متخصصه ترد ويبقى عندها الفاكس اللي هي ممكن هي تدافع بيها وتفهم الناس. رفع الثقافه في المجتمع مسؤوليه المجتمع العلمي. احنا لازم يكون لنا راي علميا في المجتمع وفي تغييره وفي تغيير سلوكياته. إنه هو يفكر بحيث يبقى الحلزون الثقافي حلزون صاعد وليس حلزون هابط. آخر قضية بقى عشان ما تبقاش إن أنا ماسك نقطة ولا في صنف من الدورة أخذ سنوات طويلة جدا من الاختبارات في داخل وزارة الزراعة لحد ما كمل إجازته بعد 4 سنين بعد ما انتهت الاختبارات ما حدش قادر ياخد قرار. مش عايز استخدم يعني كلمه الخوف، هم خايفين يبدو. في الاخر المهم انسرع قدام وحصل في خلال الفتره اللي فاتت دي كلام عن هذا الصنف. نشوف الدنيا بتقول ايه في الحكايه دي. الصنف ده مزروع في الولايات المتحده من سنه 96. طبعا الولايات المتحده هبه والناس اللي جابوا عقد وبيبيعوا حاجات عبيطه مضره ليهم واحنا مصريين وكويسين. الاتحاد الاوروبي يتداول هذا المنتج من سنه 98 جدد الاعتماد بتاعه في استخدامه للانسان والحيوان سنه 9 لمده 10 سنين.
التصريح به بناء على تقرير من لجنه سلام الغذاء الاوروبيه لنفسه والذي اقر ان هذا الممكن لا قرر منه ولا مقرر على السلطه. اللجنه دي هي اللجنه الوحيده المخصص لها في العمل بالنسبه للمجتمع. انا هكتب سايت، خش حضرتك على السايت وتشوفوا التقارير اللي هي منشوره. نقدم لكم الحته من السايت اللي تخص هذا المنتج بصفه خاصه. موجوده قدامكم اهي، وادي ايه التقرير بتاعها اللي يخص هذا المنتج اللي هي بس. شكرا. شكرا لسعاده الامير الدكتور حسين منصور على هذه المعلومات القيمه. وكانت اهم شريحه ان احنا عندنا كفتين مثال عشان نقدر نقارن بين الكفتين زي ما تفضل سياسته وشرح لنا الواقع الصعب اللي موجود في مصر كلها او في البلد كلها. هنبتدي فعاليات او باقي فعاليات هذه الندوه في الجلسة الأولى وهي مدتها نص ساعة. السادة الدكتورة ابتسام حسين والأستاذ الدكتور أسامة ممتاز رؤساء الجلسات تفضلوا. المحدثين في الجلسة الأولى الأستاذة الدكتورة نجاة منعم والأستاذ الدكتور هشام الششتاوي فليتفضل حضراتهم. ولمدة الجلسة نص ساعة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجلسة الثانية. في سؤال بس. هي المناقشة بعد نهاية الجلسات ودكتور حسين يا جماعة. فإن شاء الله نفتح الأسئلة ونعرف كله عايز يفتح الأسئلة مع أستاذنا الدكتور حسين، فإن شاء الله نخلص الجلستين وبعد كده نفتح المناقشة العامة بإذن الله. فتبدأ فعاليات الجلسة الأولى فليتفضل. أسامة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بشكر الاستاذ الدكتور احمد نجيب واستاذنا الدكتور حسين منصور على الكلام الجميل اللي انا سمعته النهارده. هو حاجه فعلا جميله ان احنا عندنا علامات عملوا تاريخ في الان، شايفين المشكله اللي الشباب شايفها وشايفين مسار الحل السليم. تعتبر التكنولوجيا الحيوية من تقنيات أكثر من التكنولوجيا الحية في العالم إنتاجات جديدة للبشر، وكانت البشر والكائنات الحية بكرة من دي. في عندنا ثلاث أنواع من التكنولوجيا، في التكنولوجيا أو الراد والبين والوايرلس. التكنولوجيا الحمراء أو اللي بتهتم بالصحة بنسميها هيلث كير تكنولوجيا، سواء إنتاج الفاكسينات أو الآلات الجيني أو غيرها. النوع الثاني هو الاجريكلتشر تكنولوجي اللي مهتم بالزراعه او تكنولوجيا الحيويه الزراعيه. النوع الثالث هو الاندستريال تكنولوجي اللي مهتم بالصناعه. احنا موضوعنا هنركز طبعا عن اللي هو الاجريكلتشر تكنولوجي. احنا كنا عارفين ان التكنولوجيا الحيويه ده مش موضوع حديث، ده موضوع كان بيستخدم من ايام زي ما بسيط الاف السنين. فمثلا عمليه التصنيع الخميره او غير المنتجات ممكن تعمل دقيقه دي تعتبر من البايوتكنولوجي. في ثلاث جنريشن من الرياكت تكنولوجي اللي هو استخدام الزراعه الانسجه واستخدام الوزيمات الغذائيه واستخدام الهندسه الوراثيه. كل دي من ضمن فروع مختلفه من الرياكت تكنولوجي. احنا اهتمامنا النهارده هيكون على اللي هو الجي ام اوز او الالات الهندسه الوراثيه. ليه بتستخدم الكائنات الهندسه الوراثيه؟ اكيد بتحكي مع بعض من النفع زي استخدام الاسمده افضل، وكيف لما تتحمل جفاف السيول تاني لما تتحمل الروح بالتربة. فاحنا عندنا في مشكلة كبيرة في المنطقة المزارعة في مصر إن هي يا إما مفيش مية يا إما الأرض عندها بحر. فالطريقة التقليدية بتستخدم عملية التربية دي ما بتعالجش هذه المشكلة. هي لو حتى حسيت شوية هذه النباتات لكن مش هتحل المشكلة بطريقة فعالة. طبعا إنتاج سلاح النمو محتوى غذائي أفضل، في عدد كبير جدا من الفوائد ممكن إحنا نحصل عليها عنها من النباتات. فنقول في فوائد تكنولوجيا حيوية في عندنا من أهم حاجة عندنا ممكن عندنا غذاء أفضل، غذاء أكثر، غذاء أفضل، وغذاء وبيئة أفضل. دي ثلاث محاور أساسية بالنسبة لتطبيق التكنولوجيا الحيوية.
ما فيش عايزه تقول ان احنا عندنا مشكله ان عدد السكان بالجزائر كل سنه هيوصل متوقع 9 مليون في عام 2050 مع مساحه الارض اللي هي مزرعه ان هي كمان مش محدوده دي كمان بتقل. احنا عارفين ان احنا داخلين على مرحله تغيير مناخي فبالتالي الارض المزرعه هتقل مساحتها. طبعا على فكره ان احنا لازم هذه المساحه المزرعه من الارض ان احنا تدي كميه اكبر تغطي عدد الزياده في أخذنا المظاهر الفوري اللي هي زيادة إنتاج الجزائر 70% إذا كنا عاوزين في سنة 2050 عشان نقدر نغذي العدد الزيادة العملية كده. بالنسبة لمحاصيل المدرسة الوراثية دي بتساعد في أول حاجة زيادة إنتاج المحاصيل فبنلاقي إن هي ممكن تزيد على حسب نوع المحصول يحصل زيادة من 60% إلى 20% من جانب الإنتاج. طبعا اللي بيحس بهذه الزيادة اللي هو المزارع اللي هو صغار المزارعين. فاللي جرب الزراعه الهندسه الوراثيه مدرسات الحضاره الوراثيه هو بنفسه بيطلب ان هي تكون معاه زراعه. كان في تجربه حقيقيه ان احنا استضافنا مجموعه من المزارعين من دول مختلفه في الفيجن سنه 2010 واتكلموا هم نفسهم عن تجربتهم بالنسبه للزراعه في مدارس الهندسه الوراثيه. فكانوا يدافعوا بحراره ان هم يطالبوا ان هي تنتشر الزراعه في مدارس الحضاره الوراثيه. طبعا عملنا وزرعنا النبات المحور العصير بتاثر برضه على انتاج الوقود الاستخدام تقلل استخدام الوقود من بعث غاز ثاني اكسيد الكربون احنا بنقلل معامل الزراعه وبالتالي هنقلل انتاج بعث النهائي. برضه بتعمل حمايه للمحاصيل فعندنا فيها بقى المحاصيل المهندسه الوراثيه اللي فيها عدد منها كبير بيكون مقاوم للاكل زي الحشرات والفيروس والبكتيريا. ودي بتأثر برضه بالتالي على الإنتاجية ونوع وجودة الجزيرة. بالنسبة لحماية التربة برضه دي حماية أقل المبيدات المستخدمة والعملية الزراعية المختلفة من أقل عملية الحماية في التربة. اللي بتأثر على التكنولوجيا الحالية على المية زي ما احنا عارفين على مرحلة التغيير المناخي فبتنبع في استخدام المية ثلاث مرات على في العقود حسب تضاعف استخدام المية ثلاث مرات في الخمس عقود السابقه. الفرد الواحد بيشرب حوالي 1-2 لتر من المية. لكن الحاج ده والحاج كمية المية اللي بيستخدمها لا هو بيستخدم من 2000 إلى 3000 لتر من المية في متر زائد ياكلها. يعني العيش اللي احنا بنجيبه اللي احنا بننتجها كل هذه المكونات بتحتاج إلى مية. فالفرد الواحد عشان يقدر يعيش بيحتاج إلى 3000 لتر من المية في زي ما احنا شايفين هنا دي المساحه اللي هي الديزرتيفيكيشن اللي عملت المساحه المتوقعه انها تحصل. المنطقه العربيه طبعا عندنا فيها دي مساحه كبيره جدا استراليا وفي انواع من الدول الاخرى. مصر فيها عدد كبير من المحاصيل المهمه زي السكر والطماطم وغيرها ودي اللي هي حسب الفار نظام الفار. بالنسبه للوضع العالمي لمحاصيل المدرسه الوسطى زي ما احنا عارفين ان تم تسويق اول منتج مهندس وراثيا سنه 96 ومن بدايه ما تم تسويقه حتى الان بترجع مجلسي ده دليل على ان هذه النباتات غير ضاره وان هي مطلوبه لان لو ما كانتش مفيده ما كانش العمليات الزياده في زراعه هذه المحاصيل كانت في زياده مضطره. اول ما تم زراعه هذه المحاصيل كانت تعمل في الدول الثانيه زي امريكا وكندا وغيرها هذه الدول اساسا عندها الزراعه ما فيش فيها مشكله. لكن دلوقتي هنلاقي ان سنه 2011 بقى نسبه الدول الناميه مش متقدمه وصلت الى 50% لان كانت حوالي زي 12 مليون طن عن العام السابق. بنقول ان في عامل زياده في الطن. الرقم بتزيد حوالي 29 دوله على مستوى العالم لكن في اكثر من 60 دوله بتعلن ان هي بتستورد وبتستهلك هذه الدول. من ضمنها اليابان. اليابان عندها 88 منتج بتستورد من خارج المهندس الوراثية، رغم ان هي ما بتزرعش نباتات مهندسة وراثية، لكن عندها 88 منتج وبتحط عليه منية ان هي مهندسة وراثية. وبتم استخدامها في الدكتورة العادية في هذه الكتير. طبعا بالاضافة ان في دول ثانية ما بتعرفش ان عندها منتجات مهندسة وراثية زي الدول العربية. يعني لكن ما بتعلمش انها مهندسة وراثية. وكانت المهندسة الوراثية الموجودة في كل مكان من ساعة بداية عملية الاستقرار من سنة 96 حتى الآن
لم يثبت ان هي فيها اي مرحله او نوع من الخطوره. دي مجموعه من الدول اللي هي بتزرع نباتات مهوره راسيه. مصر زي ما احنا عارفين بدات الزراعه سنه 2008 رغم الهجوم الفظيع على هذه النباتات، لكن المزارع نفسه هو اللي بيقدر يتكلم ويدافع عن هذه النباتات، لان هو المجموعه المزارعين اللي زرعوا هذه النباتات بيتركوا هذه البذور، فاذا ما كانش ليها اهميه ليهم وبيزود هذه الدخل ما كانوش شاطر وما كانوش شاطر. فاحنا بنطلب ان احنا نزود عمليه زراعه النباتات المهندسه الوصيه مش بس في الذره، احنا عندنا مشاكل ثانيه اكثر من الذره زي القطن المهندس الوصيه اللي اتكلمنا عنه الدكتور حسام. بيكون في مجموعة من الدول بتزرع من 29 دولة، من أهمهم لما أول 19 دول أكبر دولة بتزرع النباتات المهندسة الوراثية هي أمريكا وهي زيادة القاعدة. دي من أهم المحاصيل اللي هي موجودة في العالم، إن إحنا بنهتم إن إحنا نحصل النباتات المهندسة الوراثية زي القطن والقمح والرز وغيرها، لأن اللي تم فعلا تسويقه للنباتات المهندسة الوراثية أكثر محصول بكل تسويقه هو في الدول. وبعد كده القطن وبعد كده الذرة. وفي الكاميرا بيزرع حوالي 16.7 مليون مزارع النباتات المهندسه الوراثيه، بنلاقي ان بيحصل زياده، عدد المزارعين بيزرعوا لما بيلاقوا المزارعين اللي جنبيهم بيكسبوا من هذه النباتات بيبتدوا يطلبوا ان هم يزرعوا. في الزياده المفرطه زياده بدليل ان هذه النباتات ليها فايده على الزراعه وعلى الزراعه وعلى الدخل. المستفيد الاكبر ان هم صغار المزارعين، ان هم عندهم سحب الارض بتاعتهم صغيره. فالدخل بتاعهم صغير يزيدوا الكثير، لما الدخل هيزودوا له الدخل 30% او اكثر طبعا هو بيفرح جدا بهذه الزياده. ده بالاضافه ان احنا ما بيحتاجش ان هو يستخدم مواد خطره زي المنتجات ومعادلات الزراعيه المتكلفه في مصر. من اهم الدول الرائده في زراعه النباتات المهندسه الوراثيه عندنا في الهند والصين، ده في اسيا، والبرازيل والارجنتين في امريكا اللاتينيه، وجنوب افريقيا في افريقيا. طبعا في الدول اللي ابتدت تزرع سواء هذه النباتات اللي هي جنوب افريقيا وفيها مصر مر على فيلا استخدمنا مساحه المزارع بطريقه مناسبه، لكن الدول اللي هي بتستخدم النباتات المهندسه الوراثيه بتكون عددها قليل، اللي هي من ثلاث دول فقط. في ثلاث دول اخرى بتكافح علشان ان هي تدخل في عمليه الهندسه الوراثيه. ايه المعارض المساعده في عمليه الرفاش الانفستمنت او الاستثمار في عمليه الزراعه؟ اهم حاجه عندنا من هي السياسات، عملنا شويه في السياسه، اي قانون بيطلع حاجه بنوافق عليه او ما نوافقش عليه، ازاي كنا نزرع محاصيل معينه في وقت معين او غيرها، اللوكيشن الاماكن المختلفه، هل في مثلا اماكن مخصصه للزراعه محاصيل معينه؟ هل في ربط بين الدول بينها وبين بعضيها؟ السوق نفسه او سوق تسويق المنتج دي اصلا الريسورسز المختلفه، هل عندنا ريسورسز كافيه ولا لا؟ الانفراستراكشر اللي هو الحاسمه الهيومن ريسورسز برضه، هل عندنا مساءات بحيث ان هي ممكن تستغلها في عمليه تطوير الزراعه ولا لا؟ وفي كلها بعض الاسئله عمليه الريجيشن نفسها برضه من هنا. مفيش احسن من ان احنا نوصل الى الهدف بتاعنا زي استخدام الهندسه الوراثيه. احنا لو استخدمنا عمليه التربيه ممكن نقعد فيها عشرات السنين عشان نزود صفه محدوده، لكن لو احنا نقلنا هذه الصفه من كائن الى كائن الى النبات بتاعنا، فهذه الصفه سهل نقلها، كل حاجه مش مغير مجموعه من الصفات الاخرى، لان عمليه التحليل بيبقى فيها مجموعه من الجينات مع مجموعه من الجينات الاخرى، نعمل كل دي ومدينا داخلي ونعمل بقى توصيلات ونحصل على الصفه بتاعتنا. في حين استخدام الهندسه الوراثيه ناخد الصفه بتاعتنا وندخلها مباشره الى الكائن ونحسن هذه الصفه. النبات المهندس الوراثي ده طبيعي، احنا نقلنا شيء موجود من الطبيعه ودخلناه في الطبيعه. رغم ان احنا مثلا بدل او حوادث ان احنا ممكن ننقل شيء من بكتيريا الى النبات او الى كائن اخر، لكن في الاخر ده شيء موجود في الطبيعه ونقلناه الى كائن اخر موجود في الطبيعه. علشان كده بنمر بمراحل عمليه الريسيبشي او الالم الحاسي عشان نتاكد هل كل الجين ده موجود في قطع معينه اخرى، وده هنسيب الموضوع ده للمتخصصين هم ممكن يتكلموا في هذه المواضيع. في ثلاث استراتيجيات في وزيه الابعاد عشان نساهم في وضع الزراعي. اول حاجه هي التطوير والتحرير الجينش. نعمل تطوير تطبيقات المحاسيب التكنولوجيا الحاليه
معنى حتى لو ان تبادل المعرفة بين الشركاء يحدث الاتفاق، يعني واحد يكونش عنده معرفة في موضوع معين يخلي هذا العلم لازم يكون فيه تفاعل، يكون فيه احتكاك ما بين العلماء علشان نقدر ان احنا نصل الى احسن رحلة. لما نحل هذه المنتجات ان احنا نسمح لنا هي ان احنا نستخدمها، نشرح هذه المحاصيل مش بس ان احنا نزرعها في منطقة التربية، نحن نبتدي نزرعها على مستوى كبير. بالنسبة لمصر في عندنا مجموعة من التحديات، أول حاجة ممكن إحنا نبدأ على تغلب الطريق، تغلب على قوات الزراعة في مصر ومنطقة الضبع، نساعد على بناء كاسب جاد بين العلماء واتخاذ القرار والإعلام لنشر الوعي والتعزية للاستفادة من المجالات التكنولوجية. وده طلب الحقيقة من الندوات اللي إحنا نسمح بيها إن إحنا نعمل بناء كاسب ما بيننا وبين العلماء وبين اللي هو تسجيل ميتا بسيكولوس وتهزي قرار والأعلام. الأعلام دول عبر مهم جدا زي ما هنتكلم عنه في عملية الوعي للناس. تاني حاجة هي دعم علاقة بين المبتدئين تحت الدراسة لأهلها لمصر المزارعين، يعني مش أي مبتدئ هندس وراثي نقول إحنا هنزرعه، إحنا نشوف إحنا محتاجين إيه في مصر ونبتدي نشوف المشاكل اللي إحنا عاملينها، نبتدي نركز مبتدئ كافح هذه المشكلة ونبتدي ندعمها. ده بيتطلب اشتراك جهاز القرار والاعلام في النشاطات التي تسير. برضه دور المزارع، المزارع دي مهم جدا في عمليه التحديات في مصر. المزارع هو اللي عنده مشكله، ان احنا كنا في المعمل احنا ما نقدرش ان احنا نعرف المشكله بتاعت المزارع الا اذا احتكينا بيها. علشان كده بنحاول ان احنا نعمل لقاءات مستمره بين العلماء وبين المزارعين عشان نعرف ايه المشاكل اللي عندهم في احنا كلها. بالنسبة لشبايزيك ينسيس فريمورك للكنسة والتحكينة في الدخول، ده هيتكلم عنها انها مصر متخصصين، انا مش هتكلم عنها. ووضع مصر بالنسبة للسيفتي اللي هو الاستثمارات المختلفة، ايه بالنسبة للتكنولوجيا في مصر؟ احنا وصلنا احنا بنشتغل في التكنولوجيا الحيوية من بداية التسعينات حتى الآن. ففي بعض أبحاث كتيرة جدا طلعنا منتجات، اشتغلنا على دراسات مدرسة مقاومة للفيروسات والأمراض المختلفة زي الفطريات والبكتيريا، التحمل الظروف البيئية زي الحرارة والجفاف والملوحة. الأبحاث دي كلها راحت فين؟ صرف ملايين من المبالغ على البحث العلمي حتى الآن، لكن هذه الأبحاث معلقة تحت رهن إن احنا نطبق قانون أمان الحيوانات. عشان كده احنا بنطالب ان احنا هذه القوانين نحتفظها، علشان لو في منتج جاهز ممكن احنا نبدا نستخدمه، ان احنا المفروض ان احنا نشوف كارت الامان الحيوي نقوم عليه باختبارات مختلفه علشان نقدر نحسبه. دي بعض الامثله دي المراكب او المشكله اللي تم اجراءها، في بعضها تم اختبار فيها مستوى الحقل، في بعضها مستوى الجرين هاوس الصور. زي ما بنقول لازم احنا لازم نسمع صوت المزارع، ان احنا محتاجين احنا نراجع الندوات بتاعتنا ونشوف ايه احتياجاته، نبتدي نعمل وعي ليها بحيث ان هو لو تم تطبيق قانون امان الحيوي هذه القوانين الفلاح نفسه ما يخافش من هذه النباتات، لان ممكن اي حد بيطلع في التلفزيون يبتدي يخوف المزارعين يقول له هتنشر السرطان او غيرها من غير اثباتات. طبعا في ابحاث مشهوره، ابحاث عددها قليل بتقول ان هي في بعض النباتات مدرسه وراثيه بتؤدي الى سرطان الجلد او غيرها، لكن هذه الابحاث بترد عليها ابحاث اخرى. فالمفروض ان هو يبص على بحث يبتدي يبص على ابحاث اكثر. يعني لو لقينا الابحاث اللي بتقول على النباتات مدرسه وراثيه قالها عددها قد ايه؟ وكميه من الابحاث اللي هي بتقول مهدرات عددها قد ايه؟ وكل بحث بيقول ان هي الغلط بترد عليه على طول ابحاث بتثبت ان هي سامية. بالنسبه للهواء صوت المزارع احنا في تجربه هنا بنعتمد مش عن طريق الحياه عنده الدكتور سميتها كبيره، كان يعمل سيرفي ويشوف المزارع زرع ذره مهندسه وراثيه تكلفه السيد قد ايه؟ بذوره عاليه طبعا اغلى شويه من الدكتور العاديه، لكن في المقارنة هو ما بيستخدمش موبيلات، فطبعا كميه من الفلوس اللي هيصرف في موبيلات تعتبر صفر. تاني حاجه العائد اللي هو المنتج ممكن يطلع بكل عاليه، فبالتالي المكسب بتاع المزارع بيكون عالي في الدخل بتاعه. علشان كده بنيجي نقول ان المزارع نفسه هو بيطلب الدره المدرسه الوراثيه، يعني سبب نتيجه ان هو زاد الدخل بتاعه في المزارع. برضه صوت
ان اي خبر بيطلع فيه الاعلان سواء في الدراري او في التلفزيون ممكن ياثر على الناس عامه. علشان كده احنا بنقول ان هي يهمنا ان احنا يكون في اتصال دايما بين الاعلان والدراري. في رقم الاسبوع ان احنا نرتبط مع زلمه مع افريقيا سنسون بنقول بس ان احنا لازم اللي هو مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية. تاني ويب سايت موجودة على الانترنت اللي منها نقدر نزورها. احنا الحقيقة ان احنا هنعمل مجموعة من ادوات ورش العمل، فحاطين مجموعة من الاقتراحات. اللي عامل اقتراح جديد ان هو ندوة معينة في مكان معين مع اللي هم الانفايتد سبيكرز المتحدثين اللي منها ان احنا نعرف ارائكم. الايريك دوت فيه حوالي 25 مكتب البيت لما يكون في الانفورميشن سنتر، في 25 مركز على مستوى العالم، مصر بلس شمال افريقيا، وكان يهمنا ان احنا نجيب مجموعه من افريقيا. جاكو عالم جيم اللي هو مؤسس الايزا اللي تحتيها اللي هو مركز المعلومات. في مجموعه من الانشطه والاصدارات الموجوده على الويب سايت. ده الويب سايت الموجود اللي يحب يزورنا ويسجل اسمه بحيث انه في اي مشروع تطلع نقوم عملية ترجمة دولية للـ Project Update اللي تبقى كل أسبوع. فنحب يقرأ عن هذه المعلومات كلها ترجمة أسبوعية عن هذا الموقع. سمحت فعلا إحنا ممكن إحنا نقضي منطقة شمال أفريقيا بيهمنا برضه إحنا نقضي منطقة اللي هو النير إيست أو شرق الخليج اللي هو زي الدول العربية الأخرى. بيهمنا برضه إحنا نتكلم عن الليما اللي هو وضع افشنسي ميز في افريكا. كنا عايزين نقول ان هو ده مشروع كبير بتطوره مياه مختلفه بيتم في منطقه ساوث سهارا نيجر، رغم انها بتبذل جهد بتحمل الجهات. وكان يهمنا ان مصر هي اللي بتشترك في هذا المشروع، لكن للاسف ما شاركتش في هذا بسبب قضيه كلام حالي وتعصب الاراء التحسين. في ويب سايت ثانيه اللي هي وورد بايت تكنولوجي دي بنفس الاعداد برضه كل اسبوع او كل اسبوعين عن التطور اللي تحدث عن الاعلان الحالي. ف مش هتكلم عن التفاصيل بتاعتها بس عاوزين المقترحات الندوات التاليه. في عندنا اقتراح عن حقوق الملكيه الفكريه اللي عملناها النهارده. ربط الاعلام في مجال الحياه التجاره التغيير المناخي والوقود الحالي دون وسائل الاعلام وضع مصر من التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالنسبة للعالم، الأمن الغذائي اللي هو منتصر التجارة تطوير العلوم التكنولوجيا في عمل في مصر، ربط دور السياسة التكنولوجيا الحيوية. لو حد عنده أي مقترحات أخرى بالنسبة للندوات في الأماكن اللي نحب إحنا نلقوا فيها هذه الندوات، طبعا المكان مفتوح، واللي يحب يشارك في هذه الندوات يريد برضه إن هو يبعت لنا إيميل اللي هو فالفايت ان هو يعني عنده سعر ان هو يشارك في هذه الندوات. وطبعا وبنعمله ازاي والمفروض ان احنا نقدر نمشي في البروسس بتاعته ازاي.
بيقول انا اسمي هشام الششكاوي، انا بشتغل باحث في معهد الاسره بس او سيرز وعايز، وفي نفس الوقت التكنيكال سكرتيري بتاعت اللجنه القوميه اللي انا فيها. في زميل لينا اسمه الدكتور لؤي هيجي بيتكلم على وضع القانون في مصر هو درافته بتاع البايو سيتي، هيجي النهارده باذن الله. قبل ما نعمل اي حاجه ريسك اسسمنت الديبانز على كم المعلومات اللي احنا نعرفها نقدر نقرر عليها اي حاجه. انا واحد مدمن قهوه، بس زمان كانت القهوه مشروب الشيطان، الناس كلها كانت بتقول القهوه دي ما حدش كان بيشربها لان دي مشروب الشيطان والناس بتكرهها، بس بعد ما جت الانفورميشن بتصفي. بعد ما لقوا الانفورميشن الصح قالوا ان القهوه دي ممكن نشربها، وهوب جيمنت ايدز قال لك احنا هنعمل القهوه دي ونقدر نشربها. ات مينز ان المعلومه صح لو عندنا هنقدر ناخد قرار صح، لو المعلومه غلط عندنا ناخد قرار غلط. يعني احنا عشان نعمل ريسك اسسمنت عشان نقول هنقدر مخاطر، لو قدرنا نقدر المخاطر بتاعت اي جنب او اي حاجه بنشتغل بيها هنقدر نوصل لقرار صح او قرار غلط. اول حاجه عندنا توبكس بتاعتنا هتبقى ايه؟ الجي ام او كروبس اند تايبس اوف ريجوليشن. الجي ام كروبس خدت اتنشن كبير جدا، فيها ريجوليشن كتير قوي. تاني حاجه البايو سيفتي والانترناشونال اجريمنتس، لان احنا اندر انترناشونال اجريمنتس. في ناس كتيره بتقول لك مصر ما فيهاش ريسك اسسمنت بروسيس، او مصر ما فيهاش نظام تقييم مخاطر الاغذيه. لا، احنا واقفين على اتفاقيه دوليه بتخلينا نمضي على الكلام ده وعندنا سيستم بالكلام ده. تالت حاجة الايجيبشن ريجولاتوري سيستم للجي ام او. تالت حاجة الفود والفيد ريسك اسسمنت. رابع حاجة البرنسبلز والميثودولوجي بتاعت الانفيرمنتال ريسك اسسمنت. وسادس حاجة الفود سيفتي اسسمنت بنعملها ازاي. وسابع حاجة الايجيبشن والكوميونيكيشن، وده دور الايبك في الكلام ده كله في الكيمياء. أول حاجة هنتكلم عليها الريجوليشن ريليفنت لغاية التكنولوجي. عندنا تو ويز اوف ريجوليشن. اول حاجه السيد ريجوليشن او الاي والاي بي ار ريجوليشنز، تمام. وفي حاجات بعد كده الريجوليشنز الثانيه اللي هي سيفتي ريجوليشنز، انفايرمنتال سيفتي وفود اند فيد سيفتي، تمام. الحاجات اللي بعد كده هنجيب بالتاريخ. مصر انفولد في موضوع بايو سيفتي من سنه 1992 لما مضينا السي بي دي. السي بي دي تمام ارتكل 8 بيقول ان احنا عايزين نطمن ان البيئه المتلقيه بتاعتنا سليمه. يعني انا لو زرعت ترانجيريك ماتيريال والبيئه بتاعتي مش هيأثر عليه. بعد كده ارتكل 19 بيقول لك البايو تكنولوجي اللي هو طالع في الوقت ده ازاي اقدر اتعامل معاه وازاي ان انا اخد البنفيتس بتاعته. ارتكل 19 بيقول لك ان انا اعمل بروتوكول للبايو سيفتي. يبقى احنا من سنه 92 علينا التزام ان احنا نعمل بروتوكول للبايو سيفتي. كان تقريبا بروتوكول البايو سيفتي اللي كلنا ماضي مصر مرت عليه واصبح في حيز قانون يجب ان هو يتم تطبيقه في ترانس فورمد موفمنت. في حاجه ثانيه عشان احنا عندنا حاجه مهمه قوي، كل ما حد يتزنق يقول لك بروتوكول كارتاجينا. بروتوكول كارتاجينا شغلانته ترانس فورمد موفمنت، ترجمتها بالعربي يعني النقل عبر الحدود. اول ما يوصل عند المينا ودخل جوه مصر الحاجات اللوكال هي اللي تطبق عليه. ولكن لو انا ما عنديش نظام تقدير المخاطر، نظام جوه بلدي، بستخدم الاكس اللي موجود في كارتاجينا بروتوكول. كارتاجينا بروتوكول في حاجه مهمه قوي، قال لك ميكانيزم اوف انفورميشن شير. المشكلة عندنا دلوقتي الانفورميشن شيرنج، أنا عندي معلومة واللي جنبي ما يعرفهاش، وإحنا في مصر بنحب إن كل واحد يحط حاجته ويحط برضه بس عايزة ويقول لك أنا ما بقولهاش لحد. طب ده برضه دي الفكرة جديدة علينا، إن أنا أي هاف تو شير كل الانفورميشن اللي معايا ومع مين. الميكانيزم بتاع الانفورميشن شيرنج عمل حاجة اسمها بايو سيفتي كليرنج هاوس، بقى اللي عندي عند غيري. بقى أنا كل ما أوصل لمعلومة أحطها، مش أحطها عشان الناس تاخدها، أحطها أندر أي بي آر ريجيليشن عشان أنا أقول لهم أنا عملت إيه. وده برضه بيجي أماكن زي الإيبك إن أنا أعرف الناس. جزء كبير من المصايب اللي احنا فيها هو الجهل. ان انا بفتي وانا مش عارف، بفتي واخد قرارات وانا مش عارف. طب تخيل الديسيجن ميكر الراجل بياخد قرار ما هوش عارف، وفاهم ان هو لما يقفل الباب اللي يجي لك منه بيحسد ويستريح ويقوم قافل ومنع حاجه عشان يحمي نفسه من المخاطر. لا، هو دخل نفسه من المخاطر اكتر. يبقى احنا دورنا ان احنا نعرف الناس لو انا نظام تقدير المخاطر اللي انا عملته ومشي على الميثودولوجي اللي انا موافق عليها وماضي عليها وطلعت الحاجه هتبقى سيف ولا لا. في نفس الوقت لقينا بروتوكول عمل لي برنسبلز للريسك اسسمنت. بريسبلز اقدر امشي عليها وعملت سيمبليفايد بروسيجر ازاي ان انا اشوف الليفي موديفايد اورجانيزم في الفود اند فيد. مصر السيستم في مصر موجود ايه؟ من سنه 92 احنا عملنا ابروفال للبايودايفرسيتي سي بي دي. 94 عملنا ريفيجيشن اللي هو السي بي دي. 95 عملنا اول قرار وزاري، كان الدكتور احمد النهارده اتكلم عليه. اول قرار وزاري سنه 85 لسنه 95 تشكيل اللجنه المصريه للامان الحيوي.
136 نفس القرار اللجنة دي من غير جايد لاينز بس ما ينفعش. عملنا قرار تاني اللي هو 536 نزل شوية جايد لاينز تبدأ تقول اللجنة دي تشتغل ايه وشغلانة اللجنة دي ودورها ايه. 97 وزارة الصحة، على فكرة هو الأجزاء المعتادة الرئيسية دي شغلانة وزارة الزراعة لوحدها أو وزارة البيئة لوحدها؟ لا، هي كل الوزارات بتشتغل فيها، البيئة والزراعة والتعليم والخارجية كل ده بيشتغل فيه. يعني النهارده انا عشان ادخل الاغذيه من بره هتخش من يمينه على 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 الشيف عشان تتاكل، يبقى وزاره الصحه اللي هي المسؤوله عن الكلام ده. وزاره الصحه نزلت قرار مدين 42، القرار ده بيستخدم استخدام خاطئ. كل ما يتزنوا حد يقول لك وزاره الصحه حرمت وجربت دخول الاغذيه المعتبره الوراثيه، يقول لك قرار مدين 42 بطاقه سياده وزير السر اسماعيل سلمان. ده الكلام ده خاطئ. قرار بيقول في مجمله في اول حته فيه يمنع دخول الاغذيه المحوره وراثيا وزن فصلة. احنا ما بنقراش بعد كده لحين ثبوت معونيات، احنا ما بنقراش لحين ثبوت معونيات تاني. تمام، لحين ثبوت معونيات يعني انا عملت ريسك اسسمنت وانها تكون موجوده في حياه بلد المنشا. فاذا وزاره الصحه نزلت القرار ده واصبح القرار ده قرار مهم في دخول الاغذيه اللي هتستخدم في الغذاء. سنه 98 وزاره الزراعه نزلت قرار 1648 بروتوكول تسجيل الاصناف المحوره الوراثيه. يعني في بروتوكول في مصر عشان لو انا عايز اجيب سيدز محوره وراثيه انزلها للاستهلاك التجاري في بروتوكول لازم يكتيش ليه. يعني عندنا بروتوكول مش ما عندناش. 2003 عملنا ريتيكيشن لقرطيه بروتوكول. قرطيه بروتوكول ده اللي هي جديده في الانفورميشن. اصبح الناس بقت محتاجه انفورميشن زياده بحيث ان احنا نعمل فاين تيونينج للقديم. احنا عندنا في مصر بنحب ان احنا نرجع في القديم ونبدا بالجديد. النظام بره ان انا عندي قانون ابدا اعدله عشان اظبطه. طب هي بتقول لنا الانفورميشن تاني على طول ما بين وزاره الزراعه ووزاره البيئه. وزاره الزراعه نزلت قرار 1767 بحيث ان يبقى في فوكال بوينت اكوردنج للاوبليجيشن بتاعت مصر، حاجه اسمها كومبتنت اوثورتي. في حين لما الدرافت يتوافق عليه الناشونال فايسيتي كوميتي هي هتبقى الكومبتنت اوثورتي لوزاره الزراعه. 2007 نزل قرار تاني اللي هو 19 عشان يعمل تكنيكال سكرتاريت جوه اللجنه القوميه للامن الحيوي. احنا عندنا مشكله كبيره جدا. احنا نطلب ايه من بره وناخد منهم انفورميشن ازاي؟ كابتن هنا بروتوكول بيقول لنا نطلب انفورميشن حجمها ازاي؟ ازاي نتعامل مع الفايلز؟ كابتن هنا بروتوكول بيقول لنا اللي ما عندناش قانون فيه بناخده من كابتن هنا بروتوكول. السيستم في مصر بيمشي ازاي؟ الانفايرمنتال سيفتي اكوردنج لكل وزاره. انا النهارده عشان اصرح باي حاجه الانفايرمنتال سيفتي انا محتاج ان اللي يقول لي الريسك اسسمنت في الانفايرمنت هي وزاره البيئه. البروتوكول اللي يتقال على الريسك اسسمنت جوه البيئه المصريه ده شغلانه وزاره البيئه مش شغلانه حد تاني. الفود سيفتي البروسيجر بتاعت الفود سيفتي اللي بيقول عليها وزاره الصحه. الفرايتي ريجستريشن اكوردنج لقانون الزراعه دي شغلانه وزاره الزراعه. يبقى اذا كل وزاره بتعمل شغلها عشان كده اسمها اللجنه القوميه للامن الحيوي. كل الناس دي ممثله جوه اللجنه القوميه للامن الحيوي اللي هي تقدر تقول نعمل ايه وما نعملش ايه. الفود اند فيد سيفتي، الفود اند فيد سيفتي في سيميلاريتيز، الفود والانفايرمنت سوري، السيميلاريتيز ان انا بدور على الكاركترستكس اللي موجوده جوه كل حاجه، ان انا بشوف الدايركت افكت على الهيومن هيلث وفي نفس الوقت على البيئه. ده ستيب وايز سيستم، يعني انا ببتدي اعمل شويه تجارب. احنا برضه عندنا خدعه كبيره قوي بيقول لك انا عايز اعمل معمل مخصوص للريسك اسسمنت. مفيش حاجه اسمها معمل مخصوص للريسك اسسمنت. معمل الريسك اسسمنت هي عباره عن كوميونتي اكسبيرمنتس بتتعمل في مناطق ثانيه كتير قوي وتقدر تجمعها الريسك اسسمنت ويبدا ياخد النتائج بتاعتها. يعني انا النهارده بالهايدرولوجي هروح اجيب بالهايدرولوجي يشوف لي التربه فيها ايه؟ ده فين في كده؟ واحد بتاع دور هيقول الدور ده شكله عامل ازاي؟ واحد بتاع فود بويزنز هيقول الفود بويزنز شكله ازاي؟ ويجمع النتائج دي كلها ونطلع الريسيرش. يعني معنى ذلك ان احنا هنعمل حاجه مش متعودين عليها، ان احنا نبدا نتعاون مع بعض. هطلع نتيجه واديها اللي جنبي واللي جنبي يديها اللي جنبه ونطلع في الاخر فايل. الفود اند فيد ريسك اسسمنت انا بشوف بالنسبه للفود والفيد، الفود والفيد في حاجه انا ببص على الفاينل برودكت، يعني انا بدور على الفيد اللي طلع في الاخر، بشوف التشينجز اللي حصل للفيد، بعمل له كومبوزيشن اناليسيس، بعمل له حاجات ثانيه كتير. الانفايرمنت ريسك اسسمنت الدنيا مختلفه شويه، انا ببتدي اشوف على الايفكت بتاع الكروب اللي انا بزرعه في الديفلوبمنتال ستيجز. الفود انا بجيب حاجه جواها جين اوريدي طالع فيه البروتين، لكن الانفايرمنتال ريسك اسسمنت انا بتابع حاجه وهو عمال يكبر، الجين بيبتدي يزيد يقل، يشوف الايفكت بتاعه على الاير على الانفايرمنت على السويل وابتدي ادرس الكلام ده. كل خطوه من دي بيعملها اكسبرتس موجودين في اماكن كتير قوي جوه مصر. بنشوف الدايركت ايفكت على زي الايسيد ريزيستنس او الان انتبتد ايفكت زي في الفينوتايب او الجين او الفينوتايب سوري. الانفايرمنتال ريسك اسسمنت تعريف الانفايرمنتال ريسك اسسمنت اكوردنج للاي يو والبايسيفتي بروتوكول هو is to identify and evaluate the potential adverse effect on the environment. The potential